السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تايدا قيمها إيا قدر انت بوضنو ميالك استوادا فادوني ده يدع لدوات الجوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يحب ونكسن وقت كستا أو أيدين تايبة ونكسن كسو دوادة وربحندي أدن بيهي أما أبيدلي مركستي يقور كستا إيهولي بحل كستبا آن دوغ براتين وحان إذين ودا حلبانو كترسان معمولك إساسي غاتمو أي ماركي أهو الرئيسي وحا أي شاقين عدة ماندوريها سوكريسة كده مقالة الأسعانود إيه ونبا حالك أي كيما دين حالك دين عكالانا أي شاقين إن لاماها أمانكو أي كرهد جوغان ركترسان أما حالكاس أجوغا وقال إيه وربحين أيان إذن كوضا حالك دين عكالانا آن إذن وضو عيدة مدى حقو درك جماهيرتي إسسي أما عيدة مدى دراويشتا ملتاريغا مامولكا إساسي خاتمو إيه كسوغان فوريماها هوري إيه سالينتا أيا إياغونا وعدكو مراي أما إسكودار سادايبا إن أيسان محبوس دامبه كعانتا أيسان كوديغي دونين أو أي خوسكا سين دونا بل إيادانا وين دوريستاغي دونا وربحين تيدا إيا موقال أيا ربا يدانا إنا ندي كدبغيو وربحين تينا أدن بيسانا وحا أي كساب سنتحي وحا كسور لح موغدي ليسكي قولاها وسير رادا أو مقعابي مدحوينها مامولكا إساسي خاتمو عبدقادر أحمد أو علي فردي لجن كيوينا إي تلي حيشار فرنتي واننكي مالنكي أي أغو أتكيد تيغي فريمها هوري إيه دقالك ساقنا وربحين أيان إذن كوداه أما وينو دول إستاغي دونا هادباه إنتينا نوغودة قلين سيدي عددين واحد فضلان هادان نوغو عصبتاي سبسكرايب مصورد لان سيودك ساحبه فربادان واناكسين سيدا إذن كوكرا هوري هاديان نولي جوكتين وانا دي كمهد علنية لايك تو مركز توحنو تديري قلين ميلو فوفوغي ساحب فربادان نوغي قارسين سا وحي تراي تسالانا كومنتيغ هوسي أيان نوغودة سيودية كرتان سودة وادة هدوا أصحاب تايدا قيمها إيا شرفت بدانو هدي أنكو هرأيو حل دبعنا دا كترسان مامولك إساسي خاتمو أيا مركي أهو ريسي وحا أي شاقين عدة ماان دوريها سوق لسا مغاردة كارحان خمريغا بالمركة كواد أينو داوانو ميت كاميدا حل دبعنا دا مامولك إساسي خاتمو انتو هدى اللي بنوغ استوى عرقنا أو خمريغو انتا صوقف بو هدى ينقا قبا أو لدلي إذا ماذا هذا أو بدن حزلين تأيوه إذا ما كله يلقوا حوتشي وحيكش غيني على دجالن كي يبولس إذا ماذا خمر هي كش غيني على دجالن كيسة وحلي أنهم بدو إسسي لفتي ساقيب كقاضنا يسدد كلحد هذا إسم معلمه هالجن كسعودي بقى مغنيسي لكن وارين دتك الصومالية أردن دبعتك وهاي سمعلمه هالجن كسعودي مالين كم ده نوح على شيء دور عشرة جواري لس كاني كي مديني قلدي دجالك كهاي سي بحوي إس إس سي حاجة إذا متكيمي إن لك يعني دور شير اللي سوق اللي يجي مقالة ده صدقكوا أيو عبانو يسول الله إياه إما كان عارنتي فرنتي وشيخ البلد كا مقالة الله سعانود وادو وادا قرن السان وشيخ آدم ولي وحاونا كميدي هاي حل لبان دا بارلمان كمامل كا إس إس سي خاتمو هسي أحاتي وحاو شاقي إن من دوريها كارحان خمرقة أو ستوسة وغي مادو أما أي سوبة قدبيان أو كينان أركح سادة مليشياتك لماقع بحي سوماري لان إنتا آنان أسي قدقلين وربحينتا رنتي مرار فرابادان أو خوري أيان إذن لو داقي وربحينا دا كسابسان من دورياها خمرقة حالك لغا كينو حالك أو سومرو إيا وليبا عدا كينتا قده مقالة دا هسي أحاتيه وحان إلهي أغو حمد نغيا إن حدل كيغي أما وربحينا دايدي أي ميل فوق أي قاعدان إلا أي حديرتو أي مرايان إن لامها أمانكو أي حكميان سيدي أي كسو قلان قده مقالة دا لاسعانود خمرقاس أين أصول لابنو شيخ آدم ولي وحا أوشيغي إن أرقح سادة مليشيات كالامك عبحي سومالي لان أي إياغو خمرقا أي سوق ليان مقالدا هسي أحاتي وحا أوشيغي إن حتى مالمهي أسعودي دقالكو أي بابور خمريا أي سوق تبينشرين سيهدو تمركا لوعب بهالكن أما لو شرابو لاي سولايو إياغونا حالكاس أي تانيس وغا فايدستان حدابا سيدي أيي كو كيني كران أرقح سادة مليشياتكا كده مقالدا إياغو إنتاي سوق قادان أما أي بابور سوق ساران ما كينيان قدها إيه داد كميدا
إسلا قدها لاسعانو تشوغا أما كسو جدا رير SSC أي أديك سنيا كواس أو إيمان كودي أما بريس كودي هالكاس أو كغالي إيغا أيا سوقا ديا كينا ينا قدها هسي أحاتي شيخ وحا أو شيغي إلا مها أمانك كارحان عيدا مدا حسلنتو أي كوريات تشوغان رجل شيغي إني أو تشوغان gudaha magaalada wulibana ay u qaabilsan yihiin khamriga iyo waxas hase ahaatee ciidamada ayaa ku raad jooga wulise lama soo qaban isku soo wado doodo sayn ogsoonahay khamrigu laba meelood ayuu si toos ah uga yimaadaa wuliba hal meel ayaa si saa'ida looga soo gudbiya Itoobiyaan uu ka yimaada argagixisada Maleeshiyaadkana uu ka yimaada maadaama halkani ay ka dhowdahay argagixisadu ay ka dhow yihiin iyaga ayaa number 1 ah sidii la doonaba hal lagu soo gudbiyo iyaga xagooda ayuu ka yimaada aanu ka gudubna hadaba u soo laabano dhinacaas iyo jiidaha hore iyo salinta ciidamada xaqudirka jamaahirta SSC ayaa maanta wacad ku maray inaysan maxbuus dambe aysan gacanta aysan ku dhigi doon intayna u gudagelin muuqaalkooda aynu daawano kadib ayaynu warbixinta kale u sii gudageli doonaa soo baxaya maxbuus dambe oo nabad ku jiifaya inta kayga la dilayo in midkana nabad ku jiifo ay akhaar hayna nabad ku jiifo marna bataa iga sugi tan waa kaga ka soo qabsada kan ayaga ka soo qabsada wixii wateena tawaxna fikigu man gaarin wariyo waxaan ka dhabaynaya weey ilaa aan iyaga aan laayo aan kood walba jibiyo deen maayo ninkaas muuqaalka uu iska soo duubay iyo waxaan hor joogay 24 saacadood ilaalinayay hadana aan maan dhibaateynaynaa waxa uu geysanayn iyana ay ku wayagayay qabteen kood walba jibinayaan iyagana waxaan leeyahay wixii dambe soo wadaan saamad ku dambeynaysan tagaadii halkani waa salinta waana halka ay isku hor fadhiyaan argagixisada maleeshiyaadka la magacaabay Soomaaliland iyo ciidamada maamulka SSC Khartoum hase ahaatee maanta waa farriintii u dambeysay oo ay u diraan maleeshiyaadka Soomaaliland waxa ay sheegeen in aysan maxbuus dambe aysan soo qaban doonin isaga oo caafimaad qabana aysan keenin doonin saldhigyada gudaha magaalada Lascaanood waxa ay sheegeen in timirtii horeba dab loo waayay oo maxabiistoodii horeba ay ka buuxaan jeelasha hase ahaatee meel la geeyay oo kalena aysan jirin waxa ay sheegeen ama ay uga digeenba in aysan isa soo midaamin haddii ay isa soo midaamiyaan ay ku talagalaan ama ay laabta gashadaan inaan maxbuus ahaan aan loo qaban doonin ee meydkooda meesha la dhigi doono waxaynu ogsoonahay in rag fara badan oo maxabiista markii la soo qabtay la keenay gudaha maalmo kadib la wareystay waxa ay sheegeen inay yiraahdeen sidaasba in naloola dhaqmayo oo naloo galayo runtii maanan moodin waxa ay sheegeen oo ay weliba fariin ay u direen in ciidamada kalena iyaguna ay isa soo dhiibaan oo noloshan macaan ay ku jiraan ay yimaadaan runtii waxaabad moodaaba in meeshiiba WFP mise UNHCR yari ay ka dilacday meesha hay-adda qaxoontiga adduunka ayaabad moodaaba ayayba noqotayba hase ahaatee waxa ay sheegeen ugana digeen inaysan naftooda isku soo midaamin marka kuwaad waxa ay sheegeen in dhiiggoodu uu xaraan ka yahay hase ahaatee haddii ay ka fiirsan weydo oo ay isa soo midaamiyaan waxa ay sheegeen in aysan naf ku qaban doonin isaga oo noolna aysan keeni doonin runtii waa farriintii u dambeysay oo ku socota argagixisada maleeshiyaadka Soomaaliland warbixinteena u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay madaxweynaha maamulka SSC Khartoum ayaa ooda ka qaaday wasiiradii kuwa horena xilka ayuu ka qaaday kuwa cusubna xil ayuu u magacaabay hase ahaatee waxaa ka soo dhex muuqday hal mar lechenki weyna ee aad wada garanaysaan waa taliye xijaar waa ninkii markii ay xaaladu cakirneed oo ay adkeed dagaalkuna halkii u xumaa u socday duqayntuna halkii u darreed ay marasay waa ninka tagay gudaha magaalada Lascaanood welibana tagay furimaha hore taliye xijaar waad wada garanaysaan waxa uu soo noqday taliyaha guud ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya xilal kale oo farabadanna
runtii waa uu soo qabtay waa khabiir dhinac kasta ku takhasusay. Hase ahaatee waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee maamulka SSC Khatumo. Runtii rag fara badan oo khabiira ah ayuu magacaabay madaxweyne Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhi. Waxaana la sugayaa hadirto isbeddel weyn in uu ku dhaco ama uu ka muuqdo maamulka SSC Khatumo, maadaama rag culus jabaabiir culus loo magacaabay xilal sarsare. Haddaad la soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka, subscribe na soo dheh lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah. Tani tiri ka kulmi doono fi amaanillah.